أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحن بين يدي القاعدة الرابعة التي تصنع من صومنا صوما فعالا مؤثرا منتجا إن شاء الله تعالى. القاعدة الرابعة هي: حدد هدفك. يجب أن تكون أهدافنا قابلة للقياس أيها الأحبة، نستطيع أن نقوم بها وأن نحققها لأن الآخرين أمثالنا حققوها، أليس الأمر كذلك؟ فالهدف القابل للقياس هو ذلك الهدف الموضوعي الذي يمكنني أن أسعى من خلال شهر رمضان للوصول إليه. دعونا لا نفكر في أكبر من أحجامنا كثيرا. الطموح أمر جيد، لكن التمهيد أمر أجود، التدرج أمر مطلوب. لذلك الهدف الذي أريد أن أحصل عليه هذه السنة من خلال شهر رمضان ما هو؟ لنكتب من بداية الشهر المبارك كراسة نكون قد دوننا فيها أهدافنا الجزئية حتى نستل منها هدفا كبيرا هو هدفنا النهائي في شهر هذا، في هذا الشهر المبارك. حينما نكتب أهدافنا الجزئية، أنا أريد أن أتخلص من النظر المحرم، وأنا أريد أن أتخلص من السماع المحرم، أنا أريد أن يصح بدني، أنا أريد أن أعتدل ويعتدل مزاجي، أنا أريد أن أتواصل مع أهل بيتي وأسرتي، أنا أريد أن أتواصل مع المجتمع من حولي، أنا أريد أن أنفتح على القرآن الكريم، أنا أريد أن أغير من سلوكي العبادي، أنا أريد أن أغير نمط التغذية عندي. هذه أهداف جزئية، من هذه الأهداف الجزئية نستل هدفا كبيرا اسمه تعديل السلوك، تعديل نمط الحياة من جديد. إذا استطعنا أن نحقق أهدافا جزئية على مدى 30 يوما، فإن هذا الشهر الشريف سوف يكون محطة تدريبية، نحاول من خلال هذه المحطة التدريبية أن نتغير جذريا. الله عز وجل جعلنا لنا عند كل 11 شهر شهرا واحدا هو له، هو يجزي بالصوم. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، لأن الصوم يمثل حالة من حالات التأهيل والتدريب. أنا قادر إذن، حينما استطعت أن أحقق بعض الأهداف الجزئية، إذن أنا قادر، أنا أستطيع أن أتطور. الذي جعلني أهجر المعصية لمدة شهر، أستطيع أيضا أن أهجر المعصية لمدة 3 شهور، إذن أنا أستطيع. تحقيق الأهداف أيها الأحبة التدريجية والجزئية سوف يجعلني أشعر بالأنس في أنني أتطور بالشكل المطلوب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.